لكم كثير منيحه عم تشوفوا هذا الفيديو اليوم. رجعت لكم فيديو جديد واليوم هو اليوم المنتظر اللي ناطرينه انتم كلياتكم. اليوم هو يوم الانتقام من رامي. اليوم رح اتحكم بحياه رامي ليوم كامل لمده 24 ساعه. فانتم كمان كتبت لكم بوست على الانستغرام قلت لكم اعطوني اقتراحاتكم، شو حابين انه انا اعمل مقالب برامي وشو حابين انه اعمل تحديات لرامي، فانتم كتبتوا لي بلاوي زرقاء، فاليوم رح ننفذها كلياتها. فاشتركوا بالقناه اللي تحت لحتى نوصل لل 200 مليون مشترك باسرع وقت ممكن، ضغطوا زر اللايك وخلوكم هلا مع الفيديو. طيب يا جماعه خلونا نروح هلا لعند رامي لنشوف كلب البراري. هاي استنى لنشوف رامي. رامي شيل السماعات عم نحكي معك. هاي كيفك؟ خير. بدنا نصور فيديو الانتقام اليوم، فيديو تحكم بحياتك لمدة 24 ساعة رامي. يا جماعة اليوم اليوم يوم الانتقام. ايه ليش عم تروح الكاميرا؟ اليوم يوم الانتقام المنتظر، عرفتوا؟ مبلا لا المتابعين طلبوا وعطوني اقتراحاتهم كمان شو اعمل فيها على الفكرة. عن جد انا نزلت على الانستغرام. لا يييي حبايب قلبي هدول، حبايب قلبي هدول واقتراحاتهم. لا بدك يلا قوم لقلك، قوم اول شغله لرامي، قوم يا رامي على المطبخ. طب ما قبلت. اه؟ ما قبلت شارك، ما بدي شارك. ما دخلنا نحن. قوم يا رامي على المطبخ. ليش فرجتيهم؟ هي حرقتي الفيلم كله. بدي سطل طحين تحضر لي اياه. وتحضر لي كمان سطل مي. Go for it! بلش من اليوم من الدقيقة. ما بدي شارك أنا بالتحدي. أنا ما سألتك، تفضل، أنا قلت لك روح حضر. يلا. أوكي هي رامي عم يحضر مي. شي تبعت للمتابعين؟ شو؟ اللي اخترعتيها هي؟ لا هي والله من المتابعين. بس هي طحين بتعبيها. وين في طحين؟ طحين مو هون، طحين بهداك. يلا. شاطر. يا جماعة شفتوا بحياتكم يوتيوبر عنده 3 مليون و600 وما بيعرف يمسك كاميرا؟ سكوت ولا هي هيك مو عاقل كاميرا. خلص بكفي ممتاز. يلا رامي ليك عنا تحدي لإلك هلا. ايه يا شو هالكاميرا هيك؟ لا حط المي والهي هون. يلا يوي الكاميرا بيب. اوكي حطيتها. صور ريما شو رايك صور؟ لا انا حصور. يلا هلا هلا هون مضطر اقعد لاشوف على الكرسي. طيب ماشي. اول شغلة رامي بتغمس وشك بالمي، غمسه لشوف كله يفوت بالمي. لا وبعدها فورا بطحين. لا 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 يلا لشوف. اعطيني منشفة اول ما رح غمس. ما لا بس انا شو قلت لك ممنوع اليوم تقول ولا كلمة انت. طيب تفضل بالمي بالاول. كل وشك رامي كل وش. نزل 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 لتحت. كل وشك نزله. نزل مزبوط. لا نزل نزل. لا ما دخلني. عب تبعبي وشك مي بايديك كله كله. نزل ايه كمان. استنى على الجوانب على الجوانب على الدقن كله مي كمان مره ثانيه. غمس مي. شاطر. هلا مثل ما انت بالطحين ما بينزل وشي كمان. لا بينزل هون صدقني بينزل. بدي كثير اعمل هالشيء. نزل مزبوط نزل مزبوط نزل نزل مزبوط نزل مزبوط نزل. واو يا جماعة اول تحدي دن. رامي شو شعورك؟ واو ليكو شو حلو شعور ممتاز اسطوري. بس ما اظن في شيء اسوأ رح يصير. شيء أسوأ رح يصير؟ لا ما حيصير أسوأ يا حياتي، حيصير أفظع. بس لا تقولي رح ينزل. واو يا جماعة خذوا له صورة لرامي. يلا روح غسل هلا للتحدي اللي بعده. حاجة كبكب حاجة كبكب. على فكرة عندك كمان مسح. حاجة كبكب على فكرة عندك كمان مسح. طيب يا جماعة ليكو بما إنه رامي رح يغسل وشه حننتقل أنا وياكم للتحدي الثاني. لرامي توم توم خلي رامي يفرشي سنانه فيهم. اوكي رح نحط هون وننطر رامي لحتى يجي. رامي
هاي ليك عود لك مرة تانية على الطاولة. شايف؟ في عندك تومة شايفة؟ عود لشوف. مسوك التومة بإيدك؟ شايف؟ تاكلها؟ ايه هلأ بدك، لا مو تاكلها، بدك تاخدها تطحنها تحطها على فرشاية الأسنان تبعك وتفرشي سنانك. خليني أكلها أحق. لا بدك تحطها على فرشاية الأسنان وتفرشي سنانك. خليني أكلها. لا يلا بلا دقه مزبوط. خلاص بكفي هيك. خلي لا كله لازم ينزل. أيوة هذا هو أرجينا. واو استنى يلا هلأ حطه فرشي. شو مجنون ساوي هيك؟ فرشي شو قلت لك؟ انت اليوم ما في عندك كلمة تقول لا. الريحة بتقتل. يلا لشوف. يلا فرشي اسنانك. فرشي اسنانك. حرك لنا الفرشاية يلا. لا 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 لا. وقعوا وقعوا. طول اللي وقعوا. شايفون؟ حطهم. برافو. يلا هلا فرشي اسنانك. شاطر. شاطر. بدك تنطر دقيقة رامي. يلا فرش يا متابعين انتو نار افكاركم نار. يلا 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 فرشي. هذا لانه شفتوا البلاوي اللي وين انا؟ شفتوا البلاوي اللي بيعملها بالعادة؟ ليك ها وين رايح؟ ما في ياي رامي. خلص ماشي رامي. خلاص برافو رامي عمل التحدي. شاطر شاطر رامي. 5 minutes later. قال شو؟ قال بكر اول تحدي هو اسهل تحدي. يلا هلا بدنا نروح على التحدي اللي بعده. قعدت حلو. طيب مد لي ايدك لشوف لما انكر لك. مد مد مزبوط. ارجع رجع لورا هيك. اللون انا اللي اخترته لليوم يا جماعه احمر. لا غير الاحمر. لا ثواني حط سواني. انا شو قلت؟ شاطر يعني. يا جماعه واو تصدق مناكيرك بيطلعوا مرتبين انت. شو هالمنظر؟ شو هالمنظر يا جماعه؟ على فكره رامي ممنوع تمسحهم واليوم عندنا روحتين على المول. ما بطلع لو بموت. ما بطلع من بدك تطلع ومثل الشاطر بدك تطلع. بدي اطلع. بدي يا جماعة بدي. أكيد أصبع. بدك التحدي اليوم كل شي بدك. أهت آخر إصبع مده من يعمل له هيك. شاطر. طول عمري بمنكر لأنه أنا شاطر. واو رامي نفخ. هات الإيد الثانية. هات الإيد الثانية لشوف رامي الثانية. هاتوا لنمنكر للأستاذ رامي. نمنكر. واو رامي مين بمنكر هيك؟ ساوي منيح لعمة. شو هالناس يا جماعة؟ والله بده يساوي منيح كمان رامي. هلا انت بدك تروح تطلب طلب اكل. التحدي جاي بهدول المناكير. اوكي ياي انا بضحك. وكمان تنزل ستوري بالانستغرام وانت منكر عم تشتغل. ستوري بالانستغرام بدك تكون عم تعمل هيك. عرفت هيك 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 بدك تعمل. اوكي يلا هيك بالستوري. يلا نشف لشوف. برافو برافو. يا جماعة هلا نحن رح نحمل حالنا ونروح على المول. وتحديدا بدك تروح فيهم بالضبط وتحديدا الكترونيا. يلا. طيب يا جماعة هلا لقيت الشيء اللي أنا بدي إياه. أول شغلة رامي جاهز؟ جاهز. بدك تشتري لنا. عندي خيار. أنا عندي خيار يا جماعة. بدك تشتري لنا لإلي وللمتابعين جيف أواي. رح نعمل جيف أواي وهالمرة على حساب رامي. جاهز رامي؟ لا عن جد جاهز. جاهز. رامي جاهز؟ أوكي يلا تعالوا لإلكم. أول شغلة رامي بدك تشتري لي هاي. شاطر. علون أظافيري. علون واو واو شو حلو. طيب ليك تعال استنى لإلك. هون ما بعتقد في شيء. هون نينتندو سويتش. ما بعرف شو هاي الصراحة بس يعني شيء له هيك. تعال لك شو ممكن. وين البلاي ستيشن؟ اكيد بلاي ستيشن. بعد ما شفته. بدي بلاي ستيشن رامي بسرعة. اخذ لي بلاي ستيشن.
اوكي واكس استنى بلاي ستيشن اكس بوكس مره وزعنا لكم صح هي وهي شو كمان استنى لك تعال لشوف تعال القي نظره يا جماعه هدول شو رايكم اي وحده ارخص وحده لا فشلت اي وحده اي وحده اي وحده او لا هي اوكي هي شو رايك حلوه يا جماعه شو رايكم او لا اي وحده اوه هي شكلها احلى لوجتك انتوا بتحبوا هاي الاشياء صح يا جماعه خلص تفضل رامي اوكي هي حملنا رامي هدول الجيفا اوي لكم استنى خلصين. لا لسه ما خالصين رامي هلا رامي حيبكي يا جماعه رامي شايفين شو حملنا وبدي هذا تحمل لي اياه كمان تبع البلاي ستيشن لا مش ما بيوقعوا خدوا يا جماعه هدول هن اللي نحن نقينا هون رامي شو لك شبك ليشك وشك ما بيتفسر تعال لك خد لي هديك اللي انا كان بدي اياها مقود البلاي ستيشن على فكره اذا حدا من اللي بيحب السيارات حينبسطوا عليها على فكره هي صح خلص ممتاز يلا قوم خد لي شغله لإلي كمان يعني انا اخذت للمتابعين تعال رامي لا تعال رامي انا حنقي لإلي انا ما تخاف شو هدول هدول الدرونات بيصوروا اه درون اوكي اذا حدا عنده مرأة بالتصوير اوكي خدها ناخذ هي اكبر وحده ايه بالضبط وعلى فكره انت لازم تبكي هلا لانه انت اللي رح تدفع انت تفكرني انه انا رح ادفع لا طبعا انا جاي معك حملهم بس لا حياتي قلت لك اليوم انت بدك تدفع كل شيء المتابعين حطوا لنا يا جماعه لايكات و لايكات كل القناه حيبكي يا جماعه حيبكي على الابيض ديما مشان الله عن جد ديما بلاها ما ادري شو اوكي يلا رامي رامي شو شعورك؟ شعور رح يكون 500 دولار ريما اليوم خلص ما عاد في ولا تصوير ونسيت هي يا جماعة في هي لسه ما عاد في تصوير 1500 دولار؟ لا في لسه في ولا النهار ما خلص شايف الضوء برا؟ النهار ما خلص طيب ليك وحذروا شو يا جماعة رامي تتذكر بالوقت اللي انت كنت عم تعمل فيه شو خلص خلصنا لا يا جماعة الناس بتطلع ما راح اعطوني من هي واعطوني من هي بليز شو ما فضيحة انفضحت ليك شو الفكرة رامي حبيبي ليك هلا رح نروح نحن آخر تحدي قبل الأخير في عندي تحدي لازم أعمل لك يا. طيب ليك أول شغلي هلا الماكدونالد نروح على الماكدونالد وبدك تشتري بضل جوعانة عطول بضل فهلا رح نروح وتشتري لي أكلات وأنت ممنوع تأكل وصلنا يا جماعة على ماكدونالدز طيب ماكدونالدز شو بدك طيب شو بدي اكل هاي نوقف نوصل بدي المنيو بس المنيو كامل شو صار 2 مينوت ضيقه منيو كامل بدي المنيو كامل توصيلي المنيو كامل لا عنجد بدي المنيو كامل بليز مرح. لا المنيو كامل ايدك ارجيني محافظين احد المنيو كامل يلا بس можно пожалуйста всё меню но без бекона بدون الناس على فكرة ما كانت عم تصدق الواحد اجى الشب ما فهم عليه عم بعت له البنت لحتى تحكي معه عم تقول له بدك من كل قطعة يعني والشغلات اللي بتجي قطعتين كمان نضيف لكم اياها شنو يزنيتي كل انواع البطاطا يا جماعة المشاريب والديسيرت كلها من كل وحدة قطعة 100 دولار صاروا 100 دولار استنى لنشوف السيارات اللي ورانا عم يطلعوا هيك ليش وجعني عم تصور هيك كيف عم تصور؟ كيف عم تصور؟ رامي ارجيني كيف عم تصور؟ واو لابقين على الكبر لابقين على الكبر للاكل السريع صراحة غالي لكل مناكير لكل مناكير بوس الكود رامي شوف الشيك كلها تخيل قطع 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 كل هذا اللي تشيك يا جماعه ليكو مينيو الماكدونالدز وصلنا على البيت وفردته ليكو كيف
هذا المينيو كامل يا جماعة. طبعا البطاطا ما قدرنا نحن نحطها هون لأنه أكلناها بالطريق أنا ورامي. وبس هيك يا جماعة، هاي هو مينيو ماكدونالدز مثل ما تكون شايفين. هلا حنقد ليكم كم بوزة عنا. بوزة 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 بوزة. هذا ما بعرف شو أول مرة بشوفه يا جماعة، هيك أشياء غريبة. أوكي، وهي دونات. هي دونات. نوعين دونات عنا، على حليب وعلى شوكولا. هي شو هي كمان؟ هي كيكة. هي كيكة يا جماعة. وبس هيك بنكون، هيك بنكون، هيك بنكون. امشوا نروح نشوف الجيفة قوية اللي عملت لكم يا أنا. طيب يا جماعة، وصلنا هلا على البيت وخليت رامي يشتري هاي الأغراض لإلكن أنتو. كل شي عليكم تعملوه لحتى تربحوا هاي الشغلات إنكن أنتو تكونوا مشتركين بهاي القناة وبقناتي الأولى يلي هي قناة ريمي، قربت وصل هونيك للأربعة مليون مشترك. فروحوا كلياتكم اشتركوا فيها وتأكدوا إذا أنتو مشتركين بهاي القناة، وبس نوصل للمليون و700 ألف على هاي القناة رح نعمل الجيف أوي، البث المباشر الساعة 9 المساء. رح يكون اول باليوم اللي رح نوصل فيه للمليون و700 حنعمل جيف اوي. بعد 60,000، بعد 60,000 يعني يلا بس 60,000. اشتركوا كلياتكم، اشتركوا بقناتي الاولى، وهذا هو الجيف اوي يا جماعه. انا كثير مبسوطه انه خليت رامي يجيب لكم هاي الشغلات، وبس